في مشهد فسره نشطاء بأنه تأكيد على وجود أزمة وعي وضعف إيمان. عراقيون للأسف يحجون بين فارزتين، يحجون إلى نخلة أو حصودة طلبا للشفاعة والعافية والرزق. نتابع هذا المقطع المصور الذي سجله أحد المواطنين، ثم ننتقل وإياكم إلى قراءة في أبرز المنشورات التي كتبت في فيسبوك من شباب عراقيين تعقيبا على الفيديو الذي سنشاهده الآن. إخوان السلام عليكم. شوفوا التخلف مالنا وين وصار، وين صار؟ لا إله إلا الله. شوفوا هذا شريك أو مش شريك، نريد الناس تحكي تعلق يسمعوا. يا أبا شوف 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 شوف، ليش يعني ننسى الله سبحانه وتعالى اللي خالق الكون، خالق الدنيا، خالق السماوات والأرض، خالقني مطيني عقيل، هذا العقل الجوهرة اللي قال للملائكة اسجدوا لبني آدم. ما أخوان ليش